السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بالنسبة للمحاضرة السابقة، المثال من حليته اي هاي من نريد يعني نحط على رسم حتى يبين الرسمين. سويت نوفل يعني خارج الرسم، هو صار مرئي للأرقام بس من حط يعني ما تبارك بين الرسم تبارك ما الجوي. تبارك ما افتهمت سؤالك. عيدي لي مرة نعم أخرى، دكتور، عيدي لي مرة أخرى. من سوينا من اي نريد نحط رسم على رسم حتى يبين الرسم، تمام. اي نسوي اي اي بالخطوط، اي مو قلنا نسوي خارج البلوت اريا، نسوي فول ونوخره يصير نوفل. اي من سويت يعني من رجل احط الصورة اي همين ارى الصورة هو اللي جوا. عندك اللابتوب مالتك في ايدك هسه؟ موجود لابتوب جوا ايدك؟ تبارك. الو، الو، تبارك، اسمعيني اي دكتور، اللابتوب يمي. خوش. هسه راح من ابدا المحاضره راح اعيد هذا الموضوع مره اخرى، لانه انا متاكد مو بس انت، كثير عندهم نفس المشكله. فمن نعيده، بلكي انت تشتغلين وياي وتشوفين اي ماشي، تمام مش دكتور، مو افضل. تسلم. اي دكتور، تمام تمام، ماشي، شكرا دكتور. مرحبا، تبارك. أول محاضرة إلنا شو وقت كانت؟ بيا تاريخ؟ من يتذكر؟ تذكرون بيا يوم كانت؟ أستاذ، هو يعني أي إحنا أول أسبوع من 7/12 شهر كان الدكتور، سبعة يوم 12. خميس. تمام، إيه 7/12 أكيد، 7/12، 7/12 صحيح. علي رزاق، أنت من المسائي تمام؟ ها فلاح أيضا من المسائي. علي رزاق، أنت من المسائي تمام؟ نعم دكتور. أنت من المسائي مو؟ اي نعم دكتور. إيه، أنت وفلاح، اثنيناتكم من المسائي. خوش 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 خوش. يعني المشكلة أنه الآن أنا بدي أحاول أسوي هذا الحضور، لأن الحضور راح أستخدمه بتقييم ال7 درجات. عنده طلاب اساسا ما حاضرين يعني ولا محاضره وياي، يعني لولا مشكله يعني راح يخسر السبعه بالكامل. يعني على سبيل المثال احمد علي غني حمودي ما حاضر ولا محاضره. نفس الشيء بالنسبه لحسين، احمد حسين، حسين علي، حسين حسين، حسين محمد قاسم، محسن، حسين مشتاق، سجاد باسم، سيف علي راضي، عبد الرحمن خميس،
محمد جاسم، محمد نجم، محمد حسن جابر، محمد حسين، علي حسين، مصطفى عصام، عبد الحليم، ذولا ما حاضرين نهائيا. هذولا راح يخسرون هاي السبع درجات بالكامل. البعض الآخر حاضر وياي محاضرة ومحاضرتين، هذا ننطي جزء من السبعة. وأكو طلاب لا حاضرين بالكامل، يعني هذه الإحصائية مال أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة أسابيع والأسبوع الحالي، أخذين من نظر باعتبار أن أكو باي ويكلي وأكو امتحان. يعني على سبيل المثال الطلبة اللي عندهم حضور كامل، خل أشوف، عباس طبعا واحد من عندهم، رسل حسن يعني حضورها ما شاء الله كامل، أيمن جواد حضورها كامل، بعد يعني وأكو ما أعرف يعني هذا يعني أتمنى ذا اسمه على سبيل المثال أريج موجودة، أريج اسمعيني، أريج موجودة؟ نعم دكتور. عدت أسبوع ما حاضرة، 11 واحد ما حاضرة، تمام؟ أي نعم دكتور. أوكي أه بس للتأكيد أنا دا أسألك. نفس الشيء بالنسبة تبارك اسمعيني، مو هسه انت تحكين يا تبارك؟ تبارك. أي نعم دكتور. تبارك نعم. أيضا عدت أسبوع يمكن؟ لو حاضرتن كلهن، بس أكيد دكتور حاضرتن كلهن تمام أوكي، ما عندنا بالتأكيد مو بشك يعني، أنا لأن عندي تبارك يوم 28/12 ما مؤشرة. لا دكتور كلهن حاضرتن أنا. تمام، هاي فقط للتأكيد، أنا فقط للتأكيد أسأل. ماشي دكتور. وزين بعد منو بالله؟ طه موجود، طه عامر، طه ما موجود. زين منو بعد؟ كرار موجود؟ نعم دكتور موجود. كرار الأسبوع الثاني أنت حاضر وياي؟ نعم دكتور كلهم حاضر. حاضرهم كلهم أنت؟ نعم دكتور. أوه. الأسبوع الثاني حاضر؟ في كلهم حاضر. يوم 14 قصدي. كلهم دكتور. تمام أوكي. بعد منو؟ مهدي صلاح. نعم دكتور. دكتور مهدي عندك أسبوع ما حاضر وياي؟ لا كلين حاضرين. حتى ما شر عندي 11 واحد. لا مستحيل كل حاضرين. تمام أوكي. همام موجود؟ همام بعد منو؟ محمد حسن موجود؟ نعم دكتور نعم. محمد عندي أسبوعين عندك ما مؤشرات. دكتور أنا أظن بس أسبوع واحد كنت محاضر. يا هو تعطيني من عندنا يا هو اللي محاضرة. ما أتذكر بالضبط بس بوقتها كان البرج. ثاني أسبوع لو يوم 28/12 قبل رأس السنة. لا بالبداية أول أسابيع يمكن. أي خلاص انتهينا، هو بس هذا الأسبوع بقى عندك معناها. نعم. مشتبه موجود؟ مشتبه ما موجود. قاسم مراد قاسم. نعم دكتور موجود. قاسم عندك أسبوعين ما مؤشرات. نعم دكتور صحيح ما حاضر أوكي، هو فقط أنا للتأكيد. فاطمة. لا دكتور. فاطمة علي منير. فاطمة عندك أسبوعين. نعم دكتور ها؟ أي صح دكتور. أوكي أسبوع ورا أسبوع، يعني محاضرة ورا محاضرة. أي دكتور صحيح. أوكي. أي صحيح دكتور. أوكي. بعد منو؟ هذه أنا أريج سألتها تمام؟ سألتك أريج مو؟ أوكي. أكو أحد جديد أنا؟
اي دكتور سالتني. اي اوكي 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 احمد رسول الان يعني ايضا. احمد تسمعني؟ احمد رسول تسمعني؟ احمد رسول تسمعني؟ اوكي. حسل يعني هو طبعا اللي عنده حضور كامل اللي راح يصير انه راح ياخذ السبعه بالكامل يضيفها للدرجات مالته. يعني على سبيل المثال من جماعة الحضور الكامل تبارك ايش قد النهاية مالتك؟ ايش قد التوتال دكتور؟ 22. معناها راح اضيف لها 7. عرفت شلون؟ اي دكتور. ايه خوش. هسه اكو تبارك سألتني على التايب كيرف ماتشن. قبل ما أبدأ محاضرتي اليوم راح أرجع بشكل سريع حد ربع ساعة للتايب كيرف ماتشن وشلون نسويه. إذا عندك لابتوب جوا إيدك الآن ممكن تستخدمه وتشتغل وياي. إذا عندك لابتوب يعني إذا عندكم لابتوب وتردون تشتغلون وياي ممكن تشتغلون وياي لأن التايب كيرف ماتشن مهم. فهسه راح أرجع للمثال اللي حليناه ذاك الأسبوع، وهو خصوصا يعني أنا أدري بها أغلبكم راح تصير عنده مشكلة بال شلون نحول التايب كيرف فلوت نسوي له شلون نسوي يعني الأنفر بحيث يصير غير مرئي، وبعدين ممكن تشتغلون على الماتشن بروسيس. فخلوني أروح للمثال. دكتور بس تسمح لي؟ نعم دكتور. احنا الامتحانات حصر حضورية يعني. شلون الامتحانات حصر حضورية؟ اي عندي علم هذا، عندي علم. بس بالنسبه للتايب كيرف ماتشن يعني انا حكيت ويا القسم هذا ممكن نسويه مثلا الجمعه القادم او نسويه الاسبوع القادم اذا نسويه على اساس كويز جزء من الفاينل. ها يعني اذا تردون هسه، اذا تردوا، اذا ما تردوا خلاص هاي القضيه لكم. ترى براحتك بعد هي يعني. والله أنا أفضل تمتحنون أكسل شيت أحول لكم إياها تشتغلون وترجعوا لي إياها، أخليها جويدي إلى أن تجي إجاباتكم الحضورية مال الفاينل أدمجهم مع بعض. هذه وجهة نظري أنا. عذرا دكتور، شلون راح نمتحن حضوري يعني بالويل تيست؟ شلون جتك الأسئلة؟ هذا الوورد فايلز راح يجيك الوورد فايلز مطبوع، أنت بالقلم الرصاص راح تخلي الخطوط مالتك وتطلع القيم. غريتشي نستعيش أسهل يسر وهم موضوع طبعاً راح بالنسبة العدد كثير بعدكم راح يكون أسهل، بس هو مع الوقت أنت لو أساساً هي الفكرة لو تشتغل أنت على السوفت كوبي راح أشوف السوفت كوبي أسهل بكثير و it does not need that much time يعني. بس أنتوا لأنه الآن يعني في مرحلة انتقالية بين هاي وهاي ده تشوف ذلك شوية يصير أسهل. نعم أتفق وياك بهذا الموضوع دكتور. عفوا القوانين معطال واحنا مسؤولين عنها نحفظها. القوانين معطال وما يعني القوانين يعني المفروض تفصيل عرفتوه ان شنو غير القانون مال النفاذية وقانون السكن فاكتور وقانون الويل بور ستورج كنا ذن نفذن. عموما انا ممكن اخلي القوانين بليست بقائمه وارفقها للامتحان. اي والله دكتور رحمه الوالدي. اي والله دكتور دايك يعني احسن تكيفون عليها والله، تكيفون عليها يا جماعة والله. أسهل بدل ما تروح تدور وأوبن بوك هذا سهلة خوش ما يخالف. إحنا حافظيها بس يعني خاف بالامتحان يعني تعرف مرات واحد ينسى شغلة شيء في حرامات تروح الدرجة على مود. ما يخالف هسه هاي هم نشوفها وإن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله خير ما يخالف. خل هذا الشر اسمه هما. ودكتور قبل شغلك وهذن الرسومات اي الشارتات اللي نسقط عليهن يعني بالملزمه ما واضحات، ممكن الديزاين واضحات اذا تقدر. مال منو؟ مال شلون تحسب ال هذا الافرج ريزرفر بريشر. اي اكو ذن الشارتات هي حتى هي انا راح اخلي لك رسمه بالامتحان واضحه ما راح تحتاج انت. يعني إذا لقيتها، إذا ما لقيتها خلاص يعني أنت بعد أنت وعيونك. مو دكتور ما نقدر يعني. أحاول نلقى الأصليات، نحاول نلقى الأصليات. يعني إحنا ما يخلينا نطبب ملزمة ويانا الامتحان.
حتى يعني نزل لا لا طبعا. انت ما تدخل اي شيء، راح تجيك الاشياء بالورقه مال الامتحان، يعني نحتاج شارت، تحتاج جدول راح تلقاه بالامتحان. يعني مثلا التيبل مال التيبل مال السي اي مال الشيف فاكتور، تيبل مال السي اي راح يكون ملحق بالاسئله، يعني راح تجيك اوراق هوايه بها الاشياء اللي تحتاجها. ودكتور هذا السؤال مال 171 همين مدازه، شنو 171 السؤال؟ سؤال واحد شنو يعني ذكرني، ما انا وايد عندي شغلات اسئله، ذكرني مال شنو عيني هو شو اسمه هذا هو مال ال افرج برجر لان ال لا حليته الهمين التايب كيرف ماشي ما اعتقد الزيت موجود مال البي افرج لا عيني سو ان موجود عيني موجودات كلها موجود مال البي افرج بس تقدر تحاول جالي فلا هسه هم تشيك اذا ما نازل انا انزله مره اخرى ما يخالف ان شاء الله انا دز اذا ما موجود انا احوله مره اخرى بعد هسه خلونا نروح على على التايب كيرف مات اللي انا احتمال اذا هيك شيء احتمال الاسبوع الجاي يعني في الزمن في المسائي في الوقت المسائي احتمال هو يصير الامتحان مال التايب كيرف ماتشن ننطي بعض الدرجه والباقي يبقى على التحريري استاذ احنا ماكو فكره لو نقدر نخلي استاذ احنا نقدر نخلي فكره بس الامتحان يعني يصير تواصل بيننا وبينك لو هي القسم لا لا مره اخرى هذا خلنا اقول لكم اما انا ما اريد اي اشكال ويا الاداره اكو تعليمات مركزيه احنا لازم نحترمها لازم نمشي وياها تعليمات الامتحان خصوصا الامتحان النهائي الامتحان النهائي موضوع يعني very critical فاحنا ما نريد نسوي اي اشكال هذا هو كويز يعني الامتحان كويز يعني قصدي استاذ يعني كويز مثل ذيك مره امتحاننا كويز يعني بينه وبينك بالضبط كويز بينه وبينكم ادزل لكم السؤال تحلونه على الاكسل تسوون تايب كير ماتشن وتدزوا لي اياه هذا انا راح اخليه جوا ايدي ما اصلحه اخليه جوا ايدي الى ان تجيني ورقه الامتحان النهائيه نشوف شلون ان شاء الله دكتور واضح وراح اعتبره بعدين جزء من الامتحان النهائي انطيه جزء بسيط من الدرجه الشكل فهو كويز هذا اللي انا حكيت ويا اداره القسم ويا دكتور فاضل حكيت ويا بالموضوع هذا اول مره يعني هم يعني ما كلش هالقد الفكره ذري هو هم حقه يعني واكو تعليمات تجي من الجامعه ومن الوزاره بس يعني ان شاء الله يكون بهالشكل هذا واذا اذا اكو احتمال مره اخرى يقولوا لي لا ما يصير مرفوض يعني انا هم راح استخدمه بس راح اخذه بنظر الاعتبار في اشياء اخرى عرفتوا شلون واضح دكتور فان شاء الله الاثنين القادم لا الله سهل في الفتره المسائيه يعني بعد 7:30 خلينا نقول ب8 حتى كلكم تكونوا موجودين بالبيت الصباح والمساء الاثنين القادم الساعة 8 راح ادزل لكم الاكسل شيت وعدكم ساعه تكملون شغلكم وتدزوا لي على الدزولية على الشخصي على الشخص التليجرام شخصي دكتور خليها 1:30 هاي بعد. لا 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 مو احنا اقول لك لا صاحبك حلو اسمعني اذا صاحبك حلو لا تاكله كله هسه احنا اخذنا موافقه اوليه بس من تقول له 1:30 امتحان نهائي هو 3 ساعات شلون يعني يصير هذا 1:30 والامتحان نهاية 3 ساعات لا فنشتغل ضمن الساعة على أساس كونه كويز من نسوي 1:30 يصير لا وكأنه يعني امتحان نهائي أو هواية لا خلونا يعني خلونا بالمستطاع يعني بالمقبول دكتور هذا الوقت ما راح يأثر على الوقت ما الامتحان لا 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 مرة أخرى ما له علاقة بالامتحان ما أنا دحش على كويز أنا دحش على كويز عيني أحشى على كويز احنا ما لنا علاقه بالامتحان هذا كويز بيني وبينكم عرفتوا شلون فانا هسه ان شاء الله يعني ابعث لكم على التليجرام اسوي بوست انه راح يكون بفلان وقت هو الاثنين مبدئيا الاثنين انتم ايش عندكم مثلا بالويك اند ايش عندكم هذا الويك اند ايش عندكم مثلا الجمعه والسبت يعني تفضلون نسوي الجمعة والسبت؟ دكتور مو أنا أقول دكتور الجمعة والسبت إحنا مطلوب من عندنا المشروع ما التخرج نسلمه تقريبا الأحد أو هيك يعني فترة فيعني مضغوطين بالمشروع على المدها يعني بس ما عندنا غير شيء. لأن هذا تذكرتني مشروع التخرج الطلاب اللي يشتغلون وياي وينهم أحمد رسول أدربي يتصل بيه بس الآخرين وينهم؟ ماكو مجموعة أخرى المفروض تشتغل وياي؟
ما حد اتصل بي اصلا وياك يعني اي من هم حتى لازم اشوف اسمائهم ما حد اتصل بي احمد رسول فقط اتصل بي اكو مجموعه اخرى تشتغل وياي ساعد اذا اشوف لك اسمائهم منو لا هو انا اكيد يعني هسه ارجع للتليجرام اكيد اعرف اسمائهم بس عبالي موجودين يعني موجودين حاضرين يعني ساعدت لو بس اشوف اسمائهم انزلهم تبليغ ماكو مشكله هسه مو لازم اروح للتليجرام يمكن مو هسه انا اشوف من يصير ديسكونكشن اشوف اسمائهم ان شاء الله ماشي يلا خلونا هسه نروح لهذا السؤال مال التايب كيرف ماتشن ونشوف شنو اللي نقدر نسويه نعيد شويه الحكي على التايب كيرف ماتشن سو تشات اوكي فايل هسه تشوفون هذا ال الاكسل شيت الان امامكم تشوفون عيني شباب تشوفون الاكسل شيت قدامكم عيني الو نعم دكتور تشوفوه قدامكم خوش خلي ابدي انا من البدايه يعني وكانه دا نحل السؤال من جديد خلي الغي الفل مع هذا يعني dot area format chart area fill solid fill okay اللي هو أبيض نخلي أساساً هذا ما كان موجود أو خلي ألغيه بالكامل وأبدأ من جديد هسه أنا لغيته هذا بالكامل شباب وهذا هو التايب كيرف ماتشن اللي نشتغل عليه خلي أخليه على جنب هسه هذا هو الشباب أنتوا عين إيش عندكم الآن عندكم هذا الجدول راح يكون جوا ديب هذا يعطى لكم أثناء الامتحان وهذه بيانات الفلويد والطبقة المكمنية أيضاً تعطى لكم بالامتحان هذا ان الشغلتين تعقد الان انت شو تسوي من هذا راح تجي تحسب ال دلتا بي شنو هو الدلتا بي دلتا بي انيشال ريزرفر بريشر هذا كونستانت تخلي F4 دولار ساين ماينس البريشر ريكورد ات ايش تايم انترفل وهذا راح تسويه للكل اسحبها للكل اغلبكم يعرف هاي الشغله الآن إيش تحتاج تحسب المشتقة الدريفيتيف باستخدام هذا القانون هذا هي وهذا الموضوع المهم اللي أنا أريد أحكي فيه اليوم حتى بالامتحان نهى راح يكون سؤال من هذا الموضوع هذا الدريفيتيف تستخدم هذا القانون في حساب المشتقة وهذا إذا ما تسوي براكتس ما راح تدبره أبسوليوت واحد اثنين ثلاثة الآن هذا الضغط مطروح من عنده الضغط اللي قبله افتح مرة أخرى لين لا تنسى لين الزمن القادم ماينس الزمن الحالي سي مقسوم على الزمن الحالي لين أجين مرة أخرى لا تنسى لين الزمن الحالي ناقص الزمن السابق اغلق مرة أخرى you are good هسه الآن ترجع تفتح قوس آخر جزء ثاني من الضغط اللي هو الضغط القادم مطروح من الضغط الحالي في افتح قوس لين الآن الزمن الحالي مطروح من الزمن السابق مقسوم على لين الزمن القادم ناقص الزمن الحالي
اغلق، اغلق مرة أخرى، اغلق البرانتسيس الكبير مقسوم على الزمن القادم، لن الزمن القادم مطروح من لن الزمن السابق. اوكي اغلق اغلق. اعتقد احنا هسه I think we are good. هسه راح نشوف شنو الاشياء اللي ما موجوده، نحاول نصححها. نتاكد دائما نتاكد من هذه. عندك هذه قوسين صحيح، هذا قوس اغلق جزء من عندنا، نعم غلقناه. اوكي بعدين فاتحين قوس هنا، هذه هذا نشوف شنو هنا. اذا هنا مثلا عندنا نشوف اكو خطا هنا، اكو خطا هنا، هذه هذه غلقنا، هذا انغلق. اوكي تمام هسه هذه اوكي، هذا شوف اكو خطا هنا، هسه ايضا انغلق هذا، هسه هذا صحيح، هذا صحيح، هذا غلقنا، هذا يغلق البارنتيسيس الثاني، تمام غلق البارنتيسيس الثاني. الان هذا خلينا نشوفه، هذا اذا زائد ما احتاجه، هذا هو اغلق البارنتيسيس الاول، اذا ما عندنا مشكله. هذا غلق هنا، غلق هذا، غلق جوا تمام، وهذا غلق البارنتيسيس الخارجي. فهذه هي المشتقه الان اللي احنا ريته تمام. الان شو اسوي؟ الان ابدي ارسم. واذا تذكرون الرسمه ايش راح تكون؟ الرسمه راح تكون لوج لوج بلوت، لوج لوج بلوت بين منو ومنو. اللوج لوج بلوت راح يكون بين تي، تي الزمن، هذا الزمن ده شوف all the way down، ويا من؟ ويا دلتا بي اولا، ويا دلتا بي زين عيني. والرسمه الثانيه عن الكيرف الثاني على نفس البلوت اللي هو تي مره اخرى، ويا الدريفيتيف اللي حسبتها، هذه هي الدريفيتيف اللي حسبتها. هذا هو الرسم. مثل ما قلت لكم هذا لازم يكون لوج لوج بلوت، راح تجي تغير الفورمات الى لوغاريتمك سكيل، وراح تغير هذا الفورمات ايضا الى لوغاريتمك سكيل، يو ويل بي فاين زين. ومن ثم تبدي هذه عمليات اللي هي يعني التنظيم، ترجع الواي اكسس المكانه مثلا، ترجع شوي لورا، هذا ايضا يرجع المكانه صفر. قضايا ترتيبيه ليس الا هذه، انا مثلا اجي اكبر الـ هذا اكبره شويه حتى نشوفه، حتى تشوفه بعدين من نسوي تايب كيرف ماشين لازم هاي الارقام تكون واضحه لك. نشوف عيني هذا، خلي شويه صغيره، هذه اللي احنا سويناها الان، خلي اوخر هذه، اكو اشياء ما تحتاج تخليها. الان الشغله الاخرى المهمه انه لازم الجريد لاين لازم تكون واضحه حتى تقدر تقراها لما تسوي تايب كيرف ماشين، لازم تقرا هذه الجريد لاينز، اذروايز يو ويل بي ان ترابل، يعني ما راح تقرا بشكل صحيح. الان تحتاج الجريد لاين الناعمه اللي هي الماينر، العموديه والافقيه ايضا تضيفن عيني، وايضا تحاول توضحهن، تحاول توضحهن مثلا تخلي فد لايت بلو على سبيل المثال مثل ما شفت، هذا ايضا تحاول تخلي لايت بلو على سبيل المثال، والافقي ايضا، الافقي ايضا، الافق تحاول تخلي ايضا لايت بلو، لايت بلو. فالان احنا كملنا كرسمه، كملناها الرسمه. الان نجي للبروتوكول، البروسيجرز مال التايب كيرف ماتشنج. البروسيجرز مال التايب كيرف ماتشنج اكو نقطتين مهمه الشباب لازم تنتبهوا لها. النقطه الاولى ان عدد لوك سايكلز بالاكس والواي مالتك لازم يكون نفس عدد اللوك سايكلز بالتايب كيرف بلوت. اللي وين هو التايب كيرف بلوت مالتك؟ هذا هو، هذا هو التايب كيرف بلوت مالتك. خلينا نجي نشوف ايش قد عدد اللوك سايكلز هنا. الان 1 2 3 4 5 6 7 8 لوك سايكلز. انت ايش عندك؟ 1 2 3 4 5 معناها شنو؟ معناها لازم تضيف ايش قد؟ لازم تزيد هذا، تضيف له 3 لوك سايكل، فتروح فورمات اكس ضيف بعد واحد مثلا او اثنين، ضيف هنا ضفنا صفرين، شوف زادنا اثنين. اوكي وراح اضيف واحد للامام، ضيف صفر زياده،
الآن صار عندنا 8 1 2 تشوفون 1 2 3 4 5 6 7 8 احنا هسه ضفنا 8 العفو دكتور سؤال اسال عين دكتور البداية مال الرسم ونهايته اي نخليها مثل ذاك الجو لا قصدك من ناحية الأرقام قصدك من ناحية الأرقام اي لا لو ما يأثر لا 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 انت امشي على أرقامك بس الأهم انه عدد اللوك سايكلز نفس الشيء تمام عدد مو الأرقام لا مو الأرقام عدد اللوك سايكلز لازم نفس الشيء الآن تجي نفس الشيء للواي 1 2 3 4 5 بينما اللي عندك ايش قد 1 2 3 4 فلازم نزيد واحد راح اضيف واحد خلينا نقول من فوق راح اضيف واحد راح ازيد صفر ازيد هذا الصفر من فوق الان ايضا صرنا 5 ب 5 من تنتهي من هاي العمليه من تنتهي من هاي العمليه هسه تنتقل الى المساواه في الحجم او المساحه يعني مساحه رسمتك لازم تكون نفس مساحه رسم التايب كيرف بلوت لازم المساحات تكون نفسها فانت شو تسوي هذا تشوف الاريا هذا تريد لازم شوي تسويها واضحه فيسموها فورمات بلوت اريا انقر باي مكان هنا انقر باي مكان فاضي وروح على فورمات بلوت اريا وقول له يابا هذه يسوي لي اياها البوردرز شوف دشونا البوردر قول له سوي لي سوليد لاين وخليه على سبيل المثال اسود وكبره وضحه شوي دشوفه بدا يتوضع عندك البوردر خليه مثلا 3 لان تحتاج تعرف مساحتك وين لان هسه من اجي تشوفون عيني انا ما اقدر اسوي هاي المقارنه بس لازم اسوي هذا لازم احوله شنو لازم احوله الى ترانسبارنت رسمتك لازم تتحول الى ترانسبارنت شلون لازم تلغي الفلن مالتك لازم تلغي الفلن مالتك شلون انقر روح للشارت اريا خارج البلوت للشارت اريا خارج البلوت للشارت اريا تشوفون وين انا هسه انقر رايت كليك فورمات شارت اريا سي فورمات شارت اريا وقول نوفر هسه راحت راحت تشوفون الان من ابدي احرك اشوف تبارك تبارك وياي انت لان انت سالتي وياي وياك دكتور وياك صارت عندك دكتور هم من هسه من حطيت الرسمه فوق هسه هي صارت من احركها بس متى احط الرسمه فوقها كامله همين الصوره جوها تختفي الصوره مال مال تايب كيرف بلوت لو مالتج لا الصوره مالتي جوا اللي رسمتها انا تروح من احط الصوره فوقها ما تشوفيها ابدا ما اشوفها مع انه سويت نفس الخطوات بالضبط يعني بسويها شيء فدسان مخلي تشوفين جزء بسيط مسوي الاوفرلابن لجزء بسيط هم تختفي من تخلين جزء بسيط هم تختفي الصوره بالكامل لا هسه من اظل ناقرة عليها واحركها ما تختفي اها بس من احطها تروح الجواها كلها اها والله يا تبارك يعني اذا مو يمك انا ما اقدر اجاوبك يعني ما اعرف يعني حاولي تسالين يعني اي دكتور هو هسه شوف فده تلاحظون عيني هسه من الواضح انه رسمتنا شويه اصغر بالاتجاه الافقي تشوفون شلون دا زيد انا من عيني تشوفون شلون دا زيد اها هسه من افقيا احنا طابقنا الان انا ارجي عموديا ايضا فاجي اطبق زاويه مع زاويه تشوفون وايضا احنا شويه نريد اكبر من عنده فنصعد تشوفون العفو احنا اصغر من عنده مو إيه احنا لا أول شو أنا غيرته هو أوكي أها هسه طابقنا تمام هسه صار تطابق لو ما صار تطابق صار تطابق بالكامل من ناحية المساحة من أنهيت هذه العملية وحصلت على التطابق الكامل خلينا نطلع شوية هنا خلي أحكي لكم شنو المطلوب نسويه المطلوب شوف أكو عندك ثلاث خطوط مستقيمة برسمتك وثلاث خطوط مستقيمة بالرسمه مال التايب كيرف بلوت اللي هو هذا نسميه احنا بورديت ايتاب الخط الاول هو هذا فانا عاده افضل شو اسوي اقول يعني مو مشكله حتى اذا مضيفه بس هو مبين هذا الخط الاول تشوفونه عيني هذا هو الخط الاول اللي هو منو هذا اللي هو الانفينيت اكتن لاين اللي يظهر عندنا بالسمايلوج بلوت هذا الخط الاول زين تريد انت توضح كيفك هذا الموضوع متروك لك انت بعد انت يعني براحتك
هذا هو الخط الأول تشوفونه. والخط الثاني هذا تشوفون أكو خط هنا، هذا هو شنو؟ هذا هذا هو البريشر بيهيفير، هاي المشتقة، هذا البريشر بيهيفير. والخط الثالث منه هو هذا الخط الثالث اللي هو الويل بور ستورج هنا، الويل بور ستورج هنا تشوفون عيني، هاي ثلاث خطوط عندنا. هنا أيضا عندنا هذا الخط نفسه هو الانفينيت أكتن لاين، وهذا البريشر بيهيفير، وهذا الويل بور ستورج. أنت لازم على الأقل على الأقل اثنين من ذن الخطوط يطابقن، الثالث هو أوتوماتيكياً راح يطابق. اثنين من ذن الخطوط يطابقن، من النذن اللي إحنا دائماً نفضل نحصل الماتشن مالته؟ الإنفينيت أكتن لاين واحد من عتب، متأكدين من عنده الإنفينيت أكتن لاين واحد من عتب اللي هو هذا الإنفينيت أكتن لاين واحد من عتب. وبعدين ندور على التايب كير على الويل بور ستورج نطابقه، نترك ما البريشر، البريشر هو اللي راح التحصيل حاصل، عرفتوا شلون؟ فأنا هسه راح أقوم بهاي العملية، خلي ألغي هذا وما أحتاجه، راح أتحرك أرجع مرة أخرى للرسمة مالتي. مثل ما تدرون يعني إحنا حصلنا على البرفكت ماتشن، هذا البرفكت ماتشن. الآن تشوفون الخط مالتنا، الخط مالتنا شوية أعلى، فراح أنزل لي جوا. آها الآن طابقنا لو ما طابقنا؟ برأيكم طابقنا لو ما طابقنا؟ تشوفون عيني معدنا هسه تطابق لو ما عدنا؟ شو تقولون شباب؟ عدنا تطابق لو ما عدنا؟ ها جواب عباس فلاح. اي دكتور اي استاذ اكو تطابق اكيد. خوش هسه طابقنا واحد من الخطوط، مو احنا قلنا لازم اثنين، احنا هسه طابقنا واحد من الخطوط، بس احنا شغلك لازم يكون اثنين يطابقون مو واحد. فايش راح نسوي؟ حافظ على هذا الخط وتحرك نحو اليسار، حافظ على هذا التطابق، حافظ عليه. شوف شلون انا دا اسوي شباب، حافظ على هذا التطابق، حافظ. اها لان طابقنا بالخط الثاني لو ما طابقنا، تشوفون صار هنا تطابق مو؟ صار عندنا تطابق. خليني اوضح لكم اياه يعني شويه، اسويه هنا اكبر حتى تشوفون التطابق بشكل واضح. هذه اها تشوفون عيني هسه واضحه، يمكن التطابق كلش واضح. هذا هم سوليد فيل، خلنا اسوي لكم اياه احمر حتى تشوفونه بوضوح. وهذا ايضا مالة الضغط هم خلنا اسوي لكم اياه سوليد فيل واكبره. اوكي اها هسه تشوفون صار عندنا تطابق هنا وتطابق هنا. بعد ما يهمنا الثالث، الثالث راح يكون تحصيل حاصل، الثالث راح يكون تحصيل حاصل. زين عيني هسه ايش راح تسوون بعدين؟ ايش راح تسوون؟ راح تجي تختار نقطة، النقطة هذه يفضل ان مو يفضل، it must be located، لازم تكون واقع وين؟ على رسمتك وعلى التايب كيرف. ما يصير واقع على واحد والثاني ما واقع، يعني ما يصير تخليها هنا، ما يصير تخليها هنا، ولا يصير تخليها هنا، لا وين تخليها؟ وحاول قدر الامكان تاخذ زاويه من الزوايا، زاويه من الزوايا، يعني شنو سايز؟